السلام عليكم اخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله اخواتاتي ندير لكم هاد البطيبيطات، راهم غزالين ورائعين، نتمنىكم اخواتاتي تجربوهم. وبسم الله على بركه الله ندوزوا للطريقه وتشوفوا كيفاش غنحضرهم، وتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش الطريقه توصل لكم ان شاء الله، ولا جربتوهم ينجحوا لكم ان شاء الله يا رب. بسم الله على بركه الله اخواتاتي، اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد البطيبيطات اللي غنطيبهم في ديك الاله ديال البانيني، تيجيو غزالين. بسم الله على بركه الله، نوريكم الحشوه ديال العجين هي الاولى ان شاء الله. بسم الله، عندي اخواتاتي هنا ثلاثه الكيسان ديال الفورس، مجموع 300 غرام، 300 غرام ديال الفورس ديال الحلويات. عندي هنايا جوج كيسان ديال الفينو، هنا عندي جوج كيسان ديال الفينو، وهنا خواتاتي عندي جوج عواشق ديال الحليب بودرة، وعندي الملح على حسب الذوق، وعندي الخميرة، الخميرة ديال داك المكعب اللي فيه 20 غرام، بحال غديرو جوج عواشق عامرين حيت الحال بارد. وعندي هنا زيت العود، جوج عواشق ديال زيت العود، وغادي نعجن بالماء دافي. غنحطو الخميرة هنا، غنحطو هاد الحليب بودرة، واللي ما عندوش الحليب بودرة يدير كاس تاع جوج كيسان تاع الحليب دافين، ولكن هاد الحليب بودرة راه تيجيو غزالين. نتمناكم تجربوهم وديرو فيهم الحليب بودرة، واللي ما تيتواجدش على الحليب بودرة يدير جوج كيسان ديال الحليب دافين وكمل بالماء دافي. عندي خواتاتي الملح والزيت، جوج عواشق ديال زيت العود، واللي ما تيحبش زيت العود يدير زيت النباتية بحال بحال. رائعين هاد البطيبيطات اللي تابعوني من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه كيفاش، باش تحصلوا نتوما على النتيجه بحال هادو اللي غيطلعوا وغتشوفوهم ان شاء الله. تيجيو غزالين وتيعجبوا الوليدات ويعجبوا الكبار. عجينة عادية بحال ديال البطبوط، بحال ديال مسمن، قاسحة ما مرخوفة بزاف. نجمعوها ونلموها ونقادوها ونغطيوها، ندوز نوريكم الحشوة اللي غادي ندير. حشوة هي بسيطة، ولكن الحشوة اختيار لكم نتوما، ديروا أي حشوة تتحبوا نتوما. غادا بحالكا حتى نجمعها ونوريكم ان شاء الله القوام ديالها. ها العجينه خواتاتي ديالي بعد ما جمعتها ودهنتها بواحد شويه الزيت في يدي، غندير لها البلاستيك حيت حال بارد، وغندير لها هاد السيف، نغطيها مزيان ونخليها تختمر، وندوز نوريكم الحشوه. ها الحشوه ديالي خواتاتي، انا عندي جوج بصلات فرمتهم وغندير معاهم شويه البزار، ها هويا، والملح على حسب الذوق، واحد جوج عواشق ديال الزيت، وغنديهم يتشحروا، ومن يتشحروا نتلاقاو ان شاء الله. ها انتم اخواتاتي بعد ما شحرت البصله حتى ولات بحال كل لون ديالها ذهبي، ها هي عندي هنا جوج علب ديال الطون، ديال الطون ديال المطيشه. نتوما ماشي بشرط ديروا الطون ديال المطيشه، ديروا اي طون عندكم ونسموه في شويه مطيشه ولا ما ديروا ليه والو. عندي الفرماج احمر، وهذا الفرماج لما كانش متواجد ديروا غير داك الفرماج المربع، ديروا 4 قطعات ولا 5، ديروهم في من نبداو نعمروا في البطيبيطات نديرهم هو الاول ونحطوا الحشوه. عندي هنا الربيع، عندي واحد شي 5 حبات ديال الزيتون قطعتهم مع الربيع وغادي نضيفهم هنايا. وعندي الزعتر، غنسم بالزعتر شويه الزعتر، نتوما لما تحبوا الزعتر ما ديروش، اختيار يا هاد الربيع طري، غندير غير شويه
وغنزيد هاد البصله، نخليكم تشوفوا الكاميرا صافي، وغنشرك هاد الخيار بحال هكايا، وانتوما الحشوه اللي ارتاحت لكم خاطركم وعجباتكم ديروها، ماشي بشرط هاد الحشوه، هاد الحشوه غير اقتصاديه، واي حاجه متوفره عندنا في الدار نقضيو بها، وتتجي بنينه وزوينه. ودرت شويه الهريسه اخواتاتي، سمحوا لي ما ذكرتهاش لكم، شويه الهريسه راه درتها، والبصيله طيحتها غير بالبزار والزيت والملح، هذه هي الحشوه ديالنا اخواتاتي، وهذا الفرماجه هو محكوك بلا خمره العجينه، ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ما وجدت الحشوه راكم شفتوها، ها العجينه تبارك الله يا خمرات، بدات مني 20 دقيقه كانت موجوده. غندهن هاد القصريه بشويه الزيت ونحط العجينه، شو تبارك الله العجينه ما دلكتها ما والو، غزاله كنقبس. العبار يكون قد قد، طيبيطات يكونوا قد قد. ندير شويه الزيت في دينا، شويه الزيت هنا في قلت لكم اخواتاتي العجينه تبارك الله ما شاء الله غزاله. ديما نعاون بشويه الزيت، تبارك الله عطاتني 14 خبيزه تبارك الله. انا غنغطيها دابا ونخليها خواتاتي واحد 5 دقائق ونتلاقاو ان شاء الله، نبغى نعمرها. هانتوما خواتاتي انا حك غنطيبهم في هذه الاله ديال البانيني، علاش دهنتو بشويه الزيت، انتوما الا كنتو غطيبهم في المقله لولبوهم بالدقيق وقرصوهم بشويه الدقيق. نسيت ما قلتاش ليكم، انا غناخذ بحال هكا، قرب الصينية ليا بلاطو، غندير بحال هكا، غير نحفرو من هنايا بشوية بحال هكا بحال هكا خواتاتي. ناخد شوية الفرماج هو الأول نحطو، قلتها لكم في الأول، شوية الحشوة غندير بحال كنجبد العجينه عندي بحال تنصر فيها بحال كشتو، غنحطها هنا على جنب، نديروه هكا خواتاتي بحال هكا، نحفروا عندنا الغارات حنايا نخليوها من الوسط غليظه ونحفروا الجنيبات، نحطوا شويه كميه ديال الفرماج، نتمناكم تجربوه ما خواتاتي راه غزالين هاد الطيبيطات اللي تيطيبو في هاد الآلة ديال البانيني. نتوما راه قلت لكم الحشوة اللي حبيتو، الدجاج، الكفتة، غير الخضر، غير البصلة مشحرة معها الفلافل، وهذا سميتو حتى هي تجي زوينة.
تاكد بلي هاد السدات مزيان ونحطها هنا على جنب. نعاود معاكم واحده اخرى باش نوصل لكم الطريق ان شاء الله مزيان. وما نقولش لكم العجينه يا خواتاتي كي دايره تبارك الله. العجينه غزاله، عجربوهم ان شاء الله راه غادي يعجبوكم. عارفه الوليدات راه تيعجبهم هادشي اللي عامرت. نسدو مزيان الشو، نسدو الشو بحال هكا، غنعمرهم كاملين ونعاودو نتلاقاو كيفاش غنخبزهم. هاسمو اخواتاتي، بعد ما عمرتهم كاملين انا غادي نبسط غير شويه حيت غنديرو فهاد الاله ديال البانيني. غندير الزبده، نتوما راه بغيتو ديرو الزيت ديرو. انا غنستعن بالزبده بحال هكا، ندوب ندهن بها هاد الاله كامله. بريصه ديال البانيني زوينه. نبسطهم غير هكا شويه، نتوما اللي كنتو غتبسطوهم في المقله بسطوهم كتر. شفتو ندير وحده هنا، ندير وحده هنا، عندي هاد الاله كبيره ندير فيها اربعه، ندير وحده هنا. نتمنى الطريقه تكون واضحه لكم ان شاء الله وتجربوهم وصافي. وغنسدو عليهم بحال هكا. هانتوما خواتاتي، بعد ما ساليتهم شوفوا راه تيجيو غزالين ورائعين، وما نقولش ليكم رطبين وزوينين. نتمنىكم اخواتاتي تجربوهم. وبالسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنساونيش اخواتاتي من اللايكات.